بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم، وهذه أزكى وأطيب التحايا نوجهها إليكم أينما كنتم عبر أثير قناة أصيل الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي المباشر في شهر محرم الحرام فقه عاشوراء. لازلنا وإياكم مشاهدينا في رحاب ثورة كربلاء لبيان أهدافها ورسالاتها وإنجازاتها الخالدة في ساحة الأمة ودورها في التغيير والإصلاح وإسقاط منظومات الفساد في كل عصر وزمان. وفي هذه الحلقة مشاهدينا نبين خصائص الزمان الكربلائي وحكمته، ولماذا لم تكن كربلاء مسبوقة وغير ملحوقة في عصر الأئمة عليهم السلام. كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا. لو كنا جميعا من مدرسة عاشوراء لصارت الدنيا نحو الصلاح بشكل سريع جدا، ولمهدت الأرض لظهور ولي الحق المطلق. الإمام الخامنئي دام ظله. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، وأذكركم بأنه يمكنكم الاتصال بنا عبر الهاتف لطرح أسئلتكم وإبداء مداخلاتكم وأيضا التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم الأجر ولجميع المشاهدين بشهادة مولانا وسيدنا وإمامنا الإمام زين العابدين الذي هو بطل من أبطال ثورة كربلاء، فأعظم الله لكم الأجر جميعا. عظم الله لكم الأجر. سماحة الشيخ، لازلنا وإياكم في رحاب مدرسة كربلاء. من الأسئلة التي تطرح ويطرحها الكثيرون، لماذا لم تكن كربلاء مسبوقة ولماذا لم تكن ملحوقة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإجابة عن هذا السؤال الاستراتيجي والسؤال الذي في الواقع لابد لنا أن نقاربه بعقلية علمية اجتماعية، و لابد لنا أن نقدم الإجابة المقنعة، لأن هذا السؤال أنا أعتقد بأنه إلى الآن لم تقدم الإجابة التي يمكن أن نسميها كافية ووافية. وهو فعلا سؤال محير، يعني لماذا لم نشاهد كربلاء على يد الإمام الحسن عليه السلام، والإمام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كلاهما سيدا شباب أهل الجنة، والإمام الحسن عليه السلام عليه الصلاة والسلام أيضا هو إمام قام أو قعدا، والحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. وبالتالي هذا السؤال فعلا يعني حير عقول من قرأ واقعة عاشوراء. وكذلك أيضا لماذا مثلا نحن لا نشاهد أيضا مرة أخرى كربلاء، أو على أرض أخرى، على أرض غير كربلاء، مثلا
من قبل الإمام زين العابدين عليه السلام، الذي هو كان في كربلاء ولكن كان مريضا، وكان له دور آخر يختلف عن الدور الذي قام به الإمام الحسين عليه السلام. أو كذلك مثلا في عهد الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه السلام، في عهد الإمام الرضا كما يسأل البعض، مثلا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، الذين كانوا من شيعة أهل البيت. طبعا الشيعة هنا ليس بالتعبير الخاص، إنما الشيعة يعني الذي يشمل كل من كان يحب أهل البيت، يوالي أهل البيت عليه الصلاة والسلام. كانوا شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في كل البلدان، وكان لهم شوكة وكان لهم قوة. لماذا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أيضا لم أيضا يجسد كربلاء مرة أخرى ولو في مكان آخر؟ فمن هنا أنا أعتقد أن هذا السؤال سؤال استراتيجي، ولا بد أن نجيب عنه بشكل دقيق وعلمي ومقنع، وإجابة تكون كافية وشافية ووافية. حتى نقدم الإجابة العلمية، لابد أن نعود مرة أخرى إلى أن نستذكر ما هو المقصد، ما هو الهدف من كربلاء. أنا أعتقد بأنه نحن إذا قرأنا بشكل صحيح ثورة الحسين عليه الصلاة والسلام، وخصوصا إذا قرأناها في مقاصدها، في هدفها، في الهدف الاستراتيجي لها، أنا أعتقد بأنه يمكن لنا حينئذ أن نقدم الإجابة الصحيحة. فأقول استذكارا بأن ثورة الإمام الحسين هي ثورة، يمكن أن نقول هي الثورة التي كانت تقصد وتستهدف إيجاد نهضة، نهضة فكرية تصحيحية، تصحيحية فكرية، إنقاذية معرفية، تغييرية نورانية. هذا هو المقصد الأعلى والأكبر لثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا لا يعني أنها لم تكن ثورة اجتماعية، كما مثلا كما حصل في فرنسا، مثلا الثورة الفرنسية كانت ثورة اجتماعية، لم تكن ثورة معرفية وثورة فكرية. نعم الثورة الاجتماعية قد تشكل إرهاصات لثورة ولتغيير فكري ممكن، باعتبار أن فلاسفة فرنسا يعني أسسوا لهذه الثورة ونظروا لها. صحيح أنهم أسسوا لها، ولكن يعني الثورة التي حصلت مثلا في فرنسا كانت ثورة على نظام، على كانت هي عبارة عن حدث اجتماعي قبل أن تكون، يعني قبل أن تكون هي حدث فكري، يعني أو أن يكون مقصدها التغيير الفكري. نعم كان قبل الثورة هناك من قدم أفكار إنسانية وأفكار اجتماعية جيدة، ولكن الثورة الفرنسية لم تكن بهدف كما ذكرت، لم يكن تقصد إيجاد نهضة فكرية إنسانية فلسفية. نعم وكانت خاصة بالمجتمع الفرنسي، لم تكن أهدافها نعم عالمية يعني. نعم هو هذا يعني حدث اجتماعي له جذور كما ذكرتم. يعني هناك من الفلاسفه من مهد لهذه الثوره، من اسس لها فكريا، ولكن الثوره الفرنسيه هي ثوره اجتماعيه، حدث اجتماعي لتغيير الحكم من اجل الحريه، من اجل نيل الحريه ونيل الحرية العداله، والعداله والمساواه نعم. خصوصا والاخوه، قضيه الحريه كانت نعم جيد. مثلا الثورة البلشفية، أيضا الثورة الشيوعية أو الثورة البلشفية، أيضا هي الثورة هي حدث اجتماعي، وما لم تكن تستهدف نهضة فكرية. نعم أيضا الثورة البلشفية كان هناك من أسس ومهد لها من خلال الفكر الماركسي والفكر الشيوعي، ودولة ولكن الشعب. الثورة البلشفية لا، ولكن الثورة البلشفية هي ثورة اجتماعية بامتياز. وهكذا يعني إذا أردت الآن أن أقارن بين الثورات التي حصلت في العالم، الثورات الأساسية، وبين ثورة كربلاء، حتى الثورة الإسلامية في إيران، الثورة الإسلامية في إيران أيضا لها أساس فكري، ولكن هي أيضا حدث اجتماعي،
هي حدث اجتماعي. نعم، الثورة الإسلامية في إيران هيئت ومهدت، والآن إلى الآن ما زالت تمهد لحصول حضارة جديدة، نهضة فكرية جديدة للأمة الإسلامية، عابرة للحدود، عابرة طبعا، عابرة هي تشمل يعني ستقدم فكر إنساني، والآن هذا ما يسعى إليه المفكرون خصوصا وعلى رأسهم سماحة الإمام الخميني دام ظله الشريف، الذي هو يخطط يعني ومنذ 30 سنة لإيجاد هذه الحضارة، يعني أن تنتقل الثورة التي هي أرادت، هي الثورة أرادت الدولة أن تؤسس دولة، كالثورة الفرنسية أرادت أن تؤسس دولة، الثورة البلشفية أرادت أن تؤسس دولة على حساب الأنظمة السابقة. ولكن هذه الدولة، سماحة الإمام الخامنئي يمهد من أن تشكل هذه الدولة، أن تشهد، أن تشكل أرضية، وأن أن تسرع في إيجاد نهضة فكرية. هذه النهضة الفكرية ستتحول بعد 40 سنة، كما الآن كما صرح بذلك الإمام الخامنئي، أن تتحول إلى حضارة فكرية جديدة، حضارة إنسانية، نعم، إسلامية إنسانية. الفكر الذي يتبناه سماحة الإمام الخامنئي والإمام الخميني رحمه الله، أنا الذي أعبر عنه فكر الكرامة الإنسانية، فكر الإسلام الإنساني، إسلام الإنسان. هذه طبعا نقطة مهمة ممكن نتكلم عنها. ولكن الثورة الإسلامية، إذا أردنا أن نوصف ونعرف الثورة الإسلامية، هي حدث اجتماعي بالدرجة الأولى، حدث اجتماعي ممكن أن يهيئ كما ذكرت لنهضة فكرية، صحيح. الثورة الحسينية هي ثورة فكرية تستهدف نهضة فكرية بشكل مباشر، بشكل أساسي. وبالدرجة الثانية، نعم، هي ثورة تريد التغيير الاجتماعي. كأنك تريد سماحة الشيخ يعني تعميقا للفكرة، وربما إضاءة أيضا يعني للسادة المشاهدين، أنه بما أن الإمام لم يرم الحكم فالتبديل السريع لا يمكن تحصيله، فالتبديل سيكون وفق القواعد العليا للفكر. تفضل. نعم، يعني أنا لا أشاهد في كل النصوص التي وردت أن الإمام الحسين كان يقول أنا نريد أن نصل إلى الحكم، نريد أن نستبدل الحكم هذه العبارات غير موجودة. نعم، الإمام الحسين وصف الحكم اليزيدي أو الحكم المشروع الأموي توصيفات كثيرة جدا، وبين أنه هذا الحكم، نظام الحكم والفكر والثقافة والآليات والمنهج، هذا يخالف الإسلام. هذا ما عبر عنه، يعني أيها الناس، إن رسول الله قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، لسنة يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان. هذا توصيف للنظام اليزيدي والنظام الأموي. فلم يغير بقول، يعني إمام الحسين أراد أن يغير بقول وبفعل. طبعا الفعل الكربلائي والقول الكربلائي، هذا التغيير ما هو؟ هل هو التغيير الإمام الحسين كان يريد أن يغير، يعني يسقط النظام ويأتي بنظام إسلامي محمدي؟ هذا لا نشاهده في النصوص، ولم تكن هناك مجلس قيادة لتعيين وزراء وحكام وولاة، يعني لم يظهر هذا في خطاباته أبدا. يعني نحن لا نشاهد نصا من نصوص الثورة الحسينية بأنه هو يريد الحكم، بالعكس الآخر موجود، بأنه نحن سنموت، من لحق بنا استشهد. النصوص الأخرى التي تؤكد أن ثورة كربلاء هي ليست ثورة من أجل إسقاط حكم، يعني هذا ردا على الشبهات سماحة الشيخ، أو من أجل تبديل. نعم، لا صحيح. فكل كلمات الإمام الحسين بالعكس تؤيد هذا المنحى. طيب، على كل حال، مثلا: إني لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضالا أو ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح. لاحظوا كلمة الإصلاح هنا. الإصلاح ممكن أن نقول أن إصلاح الحكم صحيح، ولكن كلمة الإصلاح في التعبير القرآني وكلمة الفساد، لأن الإصلاح مقابل الفساد، الإصلاح والفساد في التعبير القرآني لا يشمل فقط الإصلاح الاجتماعي، بل يشمل حتى الإصلاح الفكري، وهو الأهم كما سأبين.
الإصلاح والفساد، فساد الفكري، التلاعب بالعقول كما ذكرت، والتلاعب بالقلوب أخطر بكثير من الفساد، الفساد الاجتماعي. الإصلاح أيضاً، الإصلاح الفكري، الإصلاح هذا إصلاح جذري. من هنا أنا عندما أريد الآن أن أقارن بين الثورة الحسينية والثورات التي ذكرتها كالثورة الفرنسية، نستطيع أن نقول أن الثورة الحسينية هي ثورة تستهدف نهضة فكرية، حركة تصحيحية فكرية، حركة إنقاذية نورانية، نور نتكلم عن النور، يعني عن العقل وعن القلب. وهذا ما يؤكد أن ثورة الإمام الحسين هي أهم الثورات في العالم، هي أعظم الثورات في العالم، هي أخطر وأجمل الثورات في العالم. وهذا عنصر الفرادة. نعم، لأن كما ذكرت، يعني أنت تتعامل في الثورة الحسينية، تتعامل مع الفكر الذي يغير الفكر أهم من الذي يغير المجتمع، لأن إذا غيرت الفكر بالتالي تغيير المجتمع سهل، أما إذا لم تغير الفكر تغيير المجتمع سيكون صعبا. تغيير الفكري أصعب بكثير من التغيير. هذه قضية مهمة جدا، وهذا سر خلود الثورة الحسينية. الثورة الحسينية لها أسرار، يعني خلودها له أسرار. واحدة منها أنها هي ثورة فكرية، هي أرادت أن تؤسس لنهضة فكرية. سأبين هذه النهضة الفكرية بالضبط ما هي، وهذا سر خلودها. طبعا من سر خلودها أن هذه الثورة لها قيادات خالدة، قيادات سماوية اصطفاها الله عز وجل، قيادات لا يمكن أن تقاس بقيادات الثورات الأخرى، حتى لا يمكن أن نقيس الإمام الخميني، وهو كان يقول بذلك. نعم. لا يمكن أن نقيس، لا يقاس الإمام بهم الخميني أحد. نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد. هذا من سر خلود أيضا، بأن الذي قاد هذه الثورة هو الحسين والسيدة زينب والعباس وعلي الأكبر. هذه الشخصيات أنا سأتكلم عنها إن شاء الله، سأعرفها. للأسف هذه الشخصيات إلى الآن ما زالت نحن نتعامل معها بقشرية، بسطحية، فنقدمها هو قال هذه القيادات. قال الإمام، قال ليس سياسية. على وجه ليس على وجه الأرض مثلي، يعني هو طبعاً. قالها لا 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 في حضوره طبعاً. ولا بعده، ليس على وجه الأرض مثلي. القرآن عرف الحسين عليه السلام، القرآن عرف النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أعظم البشر، سيد البشر، يقول حسين مني وأنا من حسين. هذا التعريف لابد أن نقف عنده إن شاء الله في الحلقات القادمة. هذا من سر خلود الثورة الحسينية، وهناك أيضا أسرار أخرى، ولكن من أهم سر خلود الثورة الحسينية أن هي ثورة استنهاض فكري، يقظة فكرية، صحوة فكرية كما بالتعبير. وهذا مهم جدا كما ذكرت، لأن أنت يعني تتعامل مع الفكر، مع الثقافة. الإمام الحسين أراد أن يغير الفكر والثورة. طيب، ما هو هذا التغيير الفكري حتى نعود إلى المقصد ثم أجيب عن هذا السؤال الاستراتيجي؟ كما أنا ذكرت، الإمام الحسين، ثورة الحسين عليه السلام، عندما نحن ندرس الواقع الفكري والثقافي للأمة الإسلامية في عصر الإمام الحسين، نحن نشاهد أن محور الشر، أنا نعبر عنه حزب الشيطان، محور الشر، خط الاستبداد والاستكبار والظلم والعدوان والإثم والانحراف والضلال، خط الظلمات، خلينا نعبر عنه خط الظلمات، مشروع الظلمات. هذا الخط كاد في 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 هذه اللحظة التاريخية كاد أن يخنق الإسلام، كاد أن يقضي على ميراث الأنبياء، كاد أن يميت القيم الإنسانية والقيم السماوية، كاد. وطبعا عندما نحن نتكلم عن أنه كاد أن يميت الإسلام ليستبدل بهذه القيم، يستبدل بها ماذا؟ يستبدل بها المنظومة الشيطانية، يستبدل بها يعني الفكر الشيطاني، يعني يستبدل بها الشر، ويستبدل بها الفكر الفساد والضلال والانحراف،
الذي كما يعبر عنه القرآن الكريم بكلمة واحدة الفساد، يعني يستبدل الخير بالشر، ويستبدل النور يستبدله بالظلمات وهكذا. يعني نحن كنا أمام لحظة تاريخية خطيرة، مؤامرة. نعم، نحن مع نظرية المؤامرة، يكيدون كيدا، الشيطان وهذا حزب الشيطان يكيدون كيدا، ليل نهار يتآمر على المشروع الآخر. فكاد مشروع الشيطان أن ينجح في القضاء على الإسلام وعلى قيم الدين وقيم السماء والقيم الإنسانية. يعني ما هي قيم الدين؟ يعني هي العدالة، الكرامة، العزة، هي الرحمة، هي المحبة، هي الخير، هي الصلاح، هذه هي قيم السماء. مع جملة أساسية باسم الإسلام وليس باسم الشر، يعني باسم عناوين أخرى، باسم البوذية أو باسم الشرقية أو غيرها، باسم الإسلام. وهنا الخطورة. هذا هو أخطر أيضا ما في المشروع الشيطاني. يعني يستبدل هذه القيم النورانية وقيم الإنسانية والسماوية، يستبدلها بمنظومة فكرية، منظومة شر وضلال وانحراف وفساد ووحشية وذبح وقتل وكل ما يمثل الشر، يستبدل تلك المنظومة بهذه المنظومة وباسم الإسلام. والبعض يقول أن المشروع الأموي فاق المشروع الفرعوني باعتبار أن فرعون ناوأ موسى ولم يتبنى فكر موسى ولا إله موسى إلا بعد إيمان السحرة، قال قبل أن أأذن لكم، يعني حاول أن يستفيد من مشروعية موسى، ولكن بنو أمية كانوا في مكان آخر في عملية الظلم واستنهاض الظلام. يعني بعبارة أخرى، فرعون لم ينجح في أدلجة مشروع الإيديولوجي لفرعون، لأن ذكرت بالأمس الإيديولوجية الفرعونية ومقاصدها. لم ينجح فرعون في أدلجة المجتمع. بالأمس كنت أقرأ لأحد الكتاب الكبار المفكرين الأمريكيين، هو مفكر سياسي، كان يقدم مقارنة بين الانسحاب الروسي من أفغانستان والانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بغض النظر عن الأوجه التي ذكرها. ذكر نقطة مهمة جدا، وأنا واقعا شكرت الله عز وجل، لأنه نحن جماعتنا للأسف في العراق وأفغانستان وبلبنان وخصوصا الإسلاميين، كل ما تقول لهم يا جماعة مشروع أمريكا وبريطانيا ومشروع مشاريع هؤلاء المستكبرين والاتحاد السوفيتي لما كان مستكبرا، نعم، هؤلاء مشروعهم إيديولوجية، يقاتلوك في الدين، يقاتلوك في فكرك، في ثقافتك. أنا الآن أقول للعراقيين منذ 15 سنة، أخطر ما في المشروع الأمريكي والبريطاني للعراق هو المشروع الإيديولوجي، هو المشروع الفكري الذي يسمونه تحت إسلام الديمقراطي المدني، وتحكم فيه على عقول بعض الحوزويين. وكلمة إيديولوجيا يعني منظومة العقائد والمفاهيم. طبعا المشروع الشيطاني عنده إيديولوجيا. من الخطأ أن نتصور فرعون كان عنده، أنا ذكرت بالأمس، عنده إيديولوجيا وعنده خطط أيضا وعنده مشاريع وعنده يمكن كان مراكز دراسات، هلا ما أعرف، والآن بالغرب عنده مراكز دراسات، دراسات عنا يقرؤوننا. فبالأمس أنا كنت أطالع على فضائية معروفة على كل حال، ممكن الرجوع عليها، فضائية الميادين، وجزاهم الله ألف خير أنهم وضعوا هذه المقارنة، وقال أنه المشروع الروسي، الاتحاد السوفيتي، لا نقول روسيا لأنه تغير بعد، الاتحاد السوفيتي خرج من أفغانستان ولم يستطع أن يؤدلج. يعني شو معناته أن يؤدلج؟ يعني ما استطاع أن يغير ثقافة الشعب الأفغاني من شيوعي، من إسلامي إلى شيوعي. جيد. الانسحاب الأمريكي أيضا، هذه من أحد نقاط الاشتراك بيناتهم، قال أن الأمريكي أيضا انسحب من أفغانستان وفشل في أن يحدث عملية تغيير ثقافي وفكري
في أفغانستان، يعني أيضا فشل في التغيير الإيديولوجي. إيه؟ طبعا لماذا عبر ثقافي؟ طبعا هذا تعبير دقيق، لأن الأمريكي أراد أن يغير الإسلام في أفغانستان، يغيره بإسلام ديمقراطي مدني باسم الإسلام كما كان يريد معاوية فعلا. لهذا السبب عبر هذا المفكر، عبر بأنه ما لم ينجح في تغيير ثقافي. أما في الاتحاد السوفيتي عبر أنه لم ينجح في تغيير إيديولوجي، لأن الروس أرادوا أن يغيروا بشكل صريح صريح بأنه يغيروا الإسلام في أفغانستان بالشيوعية. هنا اسمح لي أن أعيد وأذكر أن من كتبت الإسلام الديمقراطي المدني هي زوجة هذا الإسلام الديمقراطي المدني اللي كانوا بدهم يضحكوا علينا في العراق وفي أفغانستان، وأيضا وتغيير الخريطة الثقافية كما تقول غوندوليزا رايز، يغيرون الخريطة الثقافية، يعني بدهم يعمموا هذا المشروع لكل العالم. ما هو هذا المشروع؟ إسلام ديمقراطي مدني، اسمه إسلام كما فعل معاوية، اسمه إسلام ولكن باطنه ماذا؟ باطنه الثقافة هي الغربية المنحرفة المنحطة التي ماذا أعبر عنها؟ بالأمس أنا كنت أشاهد تقرير عن برنامج واقع الإنسان بيستحي يتكلم، برنامج هذه تفتخر به الآن أمريكا، أفضل برنامج تلفزيوني في أمريكا. ما هو أفضل تلفزيوني؟ بيجيبوا وحدة مع ابنها، وهذه تقول أنا أحتمل أن يكون هذا الابن أن يكون أبوه فلان أو فلان أو فلان أو فلان، في وحدة عددت 18 اسم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وجاءوا بهؤلاء وعملوا لهم هذا التحليل الحامض، مع الحمض النووي الحمض النووي، وبالتالي تبين أنه أيضا 18 بحسب التحليل لا يوجد أحد منهم أبوه لهذا الولد المسكين اللي جالس بالاستديو، جالس بالاستديو هو كان منتظر أنه يعرف من هو أبوه. لا حول ولا قوة، هذا يعني انحطاط خطير فعلا. هذا هو لهذا السبب أنا أتعجب من هؤلاء الحوزويين، أتعجب من العتبة الحسينية، ما علي أنا سأكرر، أتعجب من العتبة الحسينية تعمل مؤتمرات إسلام ديمقراطي مدني، دولة مدنية غربية. وين في كربلاء التي هي خرجت من أجل أن إسقاط هذا المشروع الذي أنا كنت هذا مقصد الإمام الحسين، حتى لا يحكم، حتى لا تتحكم ثقافة الإسلام الأموي بالأجيال، ليس فقط في الجيل الذي كان في عهد الإمام الحسين، باسم الإسلام. نفس المؤامرة الآن أمريكا وبريطانيا عم تعملها بالعراق وعملتها بأفغانستان، ولكن الحمد لله الآن هم اعترفوا بأنهم فشلوا في أفغانستان. نعم، لأنه أفغانستان فيها شعب مسلم، فيها عشائر وفيها شعب مسلم ما يقبل هذا الانحطاط. وكذلك بالعراق أنا أعدهم سيفشلون في العراق كما أفشل الإمام الحسين، أفشل الإسلام، مشروع الإسلام الأموي الذي هو باسم الإسلام ولكن باطنه الكفر والشرك والنفاق والضلال والظلمات، كذلك بالعراق لن تنجحوا، لأنه بالعراق هناك حسينيون، ليس فقط حسينيون البندقية. نعم في العراق هناك ميراث حسيني، هناك الأربعين، هناك مرقد الإمام الحسين. عندنا مراجع في العراق، عندنا سماحة السيد السيستاني في العراق، وعندنا حسينيون فكرا، مقاومون فكرا وثقافة، ورح تفشلوا ولن تنجحوا أن تغير الإيديولوجية في العراق أو الثقافة في العراق. خسئتم على كل هذا. مشروع غوندوليزا رايز هذا أكيد رح يفشل، ولكن أنا دائما أطلب من المفكرين الحوزويين الجامعيين المبلغين الخطباء أولا أن تبينوا أن هناك مشروع أمريكي خطير في العراق وبريطاني، ثانيا أن عليكم أن تنشروا الوعي وتنشروا البصيرة، وأيضا أن يكون عندكم مشروع يا أهل العراق، عندكم مشروع لمواجهة المشروع الثقافي البريطاني الأمريكي. إذا ما عندكم مشروع لن تنجحوا. وأيضا حتى نحن في لبنان علينا أن يكون عندنا مشروع، ما يكفي فقط السياسة والعسكر وهذه
هذه النشاطات الإعلامية والدورات، لا ما يكفي هذا المشروع، لابد أيضا أن نواجه المشروع الأمريكي، بل علينا أن يكون عندنا خطة مشروع هجومي فكري. نعم، وكأنك تشير هجومي طبعا ليس إلى فقط دفاعي. الحرب الناعمة التي شدد عليها طبعا السيد القائد حفظه الله، وطلب أن تكون هذه على أوسع نطاق، لأن الحرب على نوعين، حرب نعم خشنة وحرب ناعمة، والعدو الآن يعني يعتمد على الحرب الناعمة بسبب وسائل التواصل والقدرة على شراء الذمم على الحرب الناعمة، فإن ربما استعان أحيانا بالخشنة، ولكن هذا هو المفضل الآن. الحرب الناعمة تواجه بحرب دفاعية. أنا أريد أيضا أن نكون أرقى من ذلك، لست أنا، سماحة الإمام الخامنئي قبل عدة سنوات قال لبعض المسؤولين علينا أن نعد أنفسنا لأن النصر قريب. هذا إذا جاء نصر الله قريب. نصر الله قريب، يعني إن شاء الله نصر الله قريب، وسنحرر القدس قريبا، وسنصلي في القدس قريبا، وهزيمة الأمريكان بأفغانستان شفناها بعيوننا، وبعد شوي رح تشوفوا هزيمتهم في في العراق العراق وسوريا إن شاء وبعد الله، شوي رح والانسحاب من تشوفوا الشرق بسوريا الأوسط كله إن شاء الله، وبعد شوي رح تشوفوا هزيمتهم انسحابهم من المنطقة كلها، وتخلية سماحة القواعد كلها الإمام في الخليج. الخامنئي هذا المفكر العظيم يقول لكم إذا جاء نصر الله، هذا نصر عسكري، نعم، ورأيت وإذا جاء نصر الله والفتح، ما هو الفتح؟ فتحا مبينا، نعم. إن فتحنا لك فتحا مبينا، الفتح بالقرآن هو الفتح الفكري. شو هو الفتح الفكري؟ الفتح الفكري ليس فقط أن تدافع عن ثقافتك، الفتح الفكري هو أن تنشر ثقافتك، ثقافة الفكر الإسلامي الإنساني، تنشرها للعالم، لأنه كل العالم سيسأل أنتم من يا حزب الله فكريا، أنتم من يا حشد الشعبي فكريا، أنتم من يا مثلا إيرانيين فكريا، كيف استطعتم أن تنتصروا على أكبر مستكبر عرفته البشرية، مستكبر عالمي، فرعون كان بمصر، أمريكا الآن مستكبر على مستكبر عالمي، كيف استطعتم أنت، ما الفكر الذي تحملونه؟ كل الأحرار بالعالم سيسألونكم، وبالتالي سيدخل الناس في دين الله أفواجا. هذا هو المشروع الهجومي الذي أنا أتكلم، طبعا كلمة هجومي أنا ما أحبها، لأنه يسمونها المبادر، يعني المبادرة، نعم. هذا الفتح، هذا الفتح الذي يطالب به سماحة الإمام، وأنا يعني أريد أن أخاطب كل القيادات في الساحة الإسلامية شيعة وسنة، وأنا أيضا أطالب حتى القيادات السنية اطلعوا من أمريكا بعد، والله حرام يا أخوان مسلمين في اليمن وفي مصر وفي معرف في تونس، اطلعوا بعد من أمريكا، اطلعوا من 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 المشروع الأمريكي، ادخلوا في المشروع الحسيني، المشروع المقاومة، ادخلوا بالمشروع المقاومة، وبعد انضموا، استذكروا أنتم سنة بكربلاء، كان في سنة وكان في شيعة، ولا أحد يطلب منكم يعني تغيير العقائد والذوبان، يعني لا ما نريد نحن، هي أصلا عقائد الشيعة والسنة هي أصلا متحدة ومشتركة. فاطلعوا من هذا المشروع الأمريكي يا أردوغان يا معرف، هلا نسمي أسماء، اطلعوا من هذا المشروع الأمريكي وانضموا إلى مشروع المقاومة، كما الآن الحماس والجهاد في فلسطين، حماس الآن بنضم إلى مشروع المقاومة، الآن هي قد جربت اليمن. يعني وجربت إخوان كثيرا، إخوان وهناك تجارب مريرة حصلت يعني مع من حاول يعني أن يكون في محور آخر. الآن باليمن إخوان مسلمين بيقاتلوا تحت راية الأمريكان، تحت راية الإسلام الأموي، نعم، واقعا شيء إنسان أحيانا في أمور. على كل حال هذا هو المقصد الثورة الحسينية، وهذا الذي حققته الثورة الحسينية، بأنها كما ذكرت استطاعت أن تبقي الشجرة الطيبة حية، ولا تسمح للشجرة الملعونة أن تلتف عليها الشجرة الخبيثة، وبقيت شجرة الإسلام، الشجرة بقيت خضراء حية نضرة، وفي نفس الوقت أيضا فضحت الشجرة الملعونة اللي كانت لابسة لباس أخضر، لباس الإسلام، كانت لابسة لباس الإسلام، فضحت هذا المشروع، ومن الذي فضحه؟ دماء كربلاء. طيب هنا سأجيب عن السؤال، هذا السؤال الاستراتيجي، طيب لماذا لم يخرج الإمام الحسن
إلى كربلاء. نعم. لماذا لم يخرج مرة أخرى الإمام مثلا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في وجهه؟ لماذا؟ لأنه هذا السر، لأنه لو خرج الإمام الحسن في عهد معاوية ليس لأنه لا يخرج لأنه نقض، لأنه لو خرج يقال عنه أن نقض العهد، هو معاوية نقض العهد من أول يوم. نعم. اقرأوا التاريخ يا جماعة، اقرأوا التاريخ، معاوية من أول يوم نقض العهد. الإمام الحسن لم يخرج لأنه لو خرج الإمام الحسن كان استطاع معاوية بدهائه كان استطاع أن يقتل الإمام الحسن قبل أن يصل إلى كربلاء، ويقتله بيد من يقتله بيد أصدقائه وبيد بيد من هم ضد معاوية. نعم. إيه؟ يعني قتله كان بإيد الإسلام. نعم. طيب. يعني الإمام الحسن عليه السلام كان يعي تماما مشروع معاوية، وكان يعي أن الزمان لم يحن، وأن القضية ليست لها علاقة بشخصه، إنما أئمة الهدى قد يتوجه لهم التكليف الإلهي والظرف فيكون، وليس بالضرورة هناك خصوصية لإمام كما تحاولون تصورون سماحة الشيخ. نعم. يعني متى تحققت ظروف التكليف الإلهي؟ لم تتحقق في عهد معاوية، لأنه لو كما ذكرت معاوية لن يفعل كما فعل يزيد. نعم. هذه المهمة. معاوية كان قبل أن يصل إمام الحسن إلى كربلاء كان قتله، وكما ذكرت كان قتله قربة إلى الله، وأيضا ذبحه باتجاه القبلة، يعني على يد الإسلاميين. ولكن يزيد لا يفعل ذلك، يزيد ما عنده ذاك الدهاء الموجود عند معاوية. فلما وصل يزيد على الحكم وطلب البيعة من الإمام الحسين، هنا طبعا الإمام الحسين طبعا، هل أحد الأسباب أيضا خروج أن يزيد خير إمام الحسين، أما أن تبايع أو لا تبايع، طبعا هذا كان له سبب في أن يخرج في هذا الزمان. نعم. في هذا الزمان. ولكن خروج الإمام الحسين في هذا الظرف سببه الأساسي أنه جاء يزيد إلى الحكم. يزيد عندما يريد أن يواجه الإمام الحسين، الإمام الحسين بيعرف بأنه يزيد سيقتله ويذبحه وسيسبي عياله وسيفعل وكل ما سيفعل، ولكن ليس باسم الإسلام. ما. يعني سيفضح نفسه يزيد بأنه هذا لا يعرف، هذا لا دخل له لا بالقرآن ولا هذا هو تلميذ الجاهلية. هذا هو السر بأن الإمام الحسين خرج في عهد يزيد. ولماذا خرج في هذا اليوم كما ذكرت؟ لأنه حشر. نعم. بايع أو لا تبايع؟ لو بايع لكان يزيد حقق هدفه، ولكان قضي على الإسلام فكريا، لأنه إذا الإمام حسين بايع خلص بعد انتهى. هو الإمام حسين لم يبايع معاوية. نعم. الإمام الحسن لم يبايع معاوية، بده يبايع يزيد مثله، لا يبايع مثله، لأنه لو بايع لكان قضى على الإسلام. نعم. لماذا خرج في عهد يزيد إلى كربلاء؟ لأن الإمام الحسين بيعرف أن يزيد ليس كمعاوية، زي يزيد سيفضح نفسه. نعم. نعم. الثمن هو الدماء وكربلاء وقتل الأطفال وذبح الأطفال وسبي النساء، ويعلم الإمام الحسين بأنه سيفعل ذلك ليزيد، وبهذا سيفضح نفسه المشروع الأموي بأنه هذا ليس مشروع الإسلام، بل هو مشروع للقضاء على أئمة الإسلام باسم الإسلام. ولذلك كان الثمن هو شهادة برتبة إمام. نعم. هذه نقطة مهمة جدا في فهم هذه القضية. وفعلا يزيد أول سنة مزرت كربلاء. نعم. وقتل إمام الحسين وحسين مني. السنة الثانية استباح المدينة، مسجد الرسول. نعم. دخل الخيل وداسوا مع علام واغتصب النساء وذبح الأطفال، يعني قتل الأطفال وإعدامات، وأراد أن يبايعوه الناس خولا. في السنة الثالثة ضرب الكعبة بالمنجنيق. لا. الكعبة ضربها بالمنجنيق. طيب، يعني معناته يزيد ليس كمعاوية، يزيد مكشوف. وهكذا بعد كربلاء يزيد بعد خلص لعب اللعبة المكشوفة. من كربلاء وبعد كربلاء. نعم. لعب اللعبة المكشوفة، وبالتالي استطاع الإمام الحسين أن
يخلع هذا اللباس عن المشروع الأموي، اللباس الأخضر، وهذا بالتالي حقق الهدف الأسمى للإمام الحسين بأن هؤلاء لا يحملون المشروع الإسلام بل يحملون المشروع القضاء على الإسلام. وهكذا حفظ الإمام، وأن الإسلام هو عند أهل البيت، عند أمة أهل البيت، عند الإمام الحسين والإمام زين العابدين والباقر وهكذا. الإمام الحسين حافظ على الإسلام الأصيل، وفضح الإسلام الدخيل، الإسلام الأموي. نعم. هذا هو هدف. طيب. نعم. هلأ نعم. بس اسمحوا لي قبل أن اتصال إذا يوجد اتصال. نعم. طيب بعد الاتصال سأكمل هذه. نعم. نقطة أيضا مهمة جدا. طيب. فضل. السلام عليكم أخي صباح، وعظم الله لكم الأجر بشهادة مولانا زين العابدين، تفضل. أعظم الله لكم الأجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. الحقيقة أنتم يعني شرف هذا السفر التحليلي لثورة الإمام الحسين عليه السلام، نحتاج إحنا إلى تحليل متجدد. أقول إن الوقوف المطلق على حقيقة الثورة الحسينية غير ممكن، لأنها حقيقة مشهد رسمته القوة الإلهية بكل ما فيه من خصوصية. بمرور الزمان كل ما تعمقنا طريقة الحكم بالإسلام وبالإمامة نلحظ أمور قد لم يلحظها الجيل قبلنا. أنا هذا الكلام مالي لمن يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو عنده العصمة. إحنا لو نرجع الحديث الرسول صلى الله عليه وآله المنقول عن أم سلمة، أو حديث المطهرة الذي نقل الإمام علي عليه السلام، أن الحسين شهيد، والشهادة يعني شهادة الإمام الحسين خاصة رسمها الله سبحانه وتعالى، والذات الإلهية لا عبث في قرار إلها. الشهادة والحكم الإسلامي بما يتعلق حقيقة بثورة الإمام الحسين معنيان متضايفان لا نستطيع أن نفصلهما، لأن النبي جاء قائدا أو وحاكما بأيديولوجية إسلامية. لو أن الحسين عليه السلام لم ينهض لاعتبرنا يزيد نمط من أنماط الحكم الإسلامي لحد الآن طبعا. والآن بنهضة الإمام الحسين عليه السلام وبهذه التضحيات هناك رجال دين، ولا أقول علماء دين، أنا سمعتهم شخصيا في برنامج فيه مناظرات كانت حادة، كان إن فيها مشاركة، يمتدحون يزيد ويخطئون الإمام الحسين، بل أحدهم صلى على يزيد. هؤلاء نسبتهم 10% بدون ثورة الإمام الحسين يمكن نسبتهم والله أعلم تصل إلى 70%، يعني حتى ظهور الإمام المهدي راح يكون بالتفسير الواقعي أنه غير ممكن. إحنا ضرورة الأشياء نحددها بافتراض فقدانها. لو فقدنا ثورة الإمام الحسين لاتخذنا لحد الآن يزيد نمطا من أنماط الحكم الإسلامي. نعم. أشكرك. دفعت الثورة ثورة الإمام الحسين إلى ثورات أخرى تصحيحية واهتز النهج الأموي. أخيرا. في الأصل إن الإمام اقتنع عن بيعة يزيد واتجه إلى أنصاره في العراق وحصل ما حصل، استشهد ظاهرا كأنه أهم لإمام الحكم، ولو كان ذلك فحكمه حكم النبي، ولكن هو عارف بحديث النبي إنه شهيد، هو القائل من لحق بي استشهد في مكة المكرمة خط الموت على ولد آدم. فإذا الموت أو الشهادة كان يعلن الإمام الحسين، يعلن إن فترة وفترة مكة وفترة وفي واقعة الطف. في الختام، شهادة تصنع عملية أيديولوجيا الإسلام، وبهذه الإعادة شهادة الإمام الحسين راح تعيد لنا أيديولوجيا الإسلام. هاي الإعادة تكون هاي الثورة اجتماعية وغير اجتماعية، وعلم الإنسانية عدم الذلة بشكل عام الحقيقة. نعم. أحسن. شكرا. أحسن. على جميل. طرحكم شيخنا المتجدد. شكرا. بارك الله فيكم، وأيضا شكرا لكم على هذه المداخلة الطيبة والجميلة والدقيقة. شكرا. نعم. لكم يعني الإمام صباح. الحسين أدلج المجتمع، عمل حركة إيدولوجية تصحيحية أدلج المجتمع أنه لا يركن إلى الذين ظلموا، لا تركنوا إلى الذين ظلموا. لهذا السبب نحن نشاهد بعد كربلاء، وهذا طبعا هو أحد المقاصد غير المباشرة لثورة الحسين، المقصد المباشر أنا ذكرته بالتفصيل، المقصد غير المباشر عندما تؤدلج المجتمع أن لا يركنوا إلى الذين ظلموا، وأن تقول وأن توعي المجتمع بأنهم هؤلاء لا يمثلون الإسلام، لا يظلمونكم باسم الدين، لا تسمحوا لهم أن يظلمونكم باسم الدين، وفضح
فضح هؤلاء، فضحهم عبر التاريخ يعني إلى يومنا هذا، فضحهم عبر التاريخ، بالتالي أدلج المجتمع على أن يقوم، يكون عنده مقاومة، نضال، أن يكون ثائرا. وهذا الذي حصل. يعني ثورة المدينة، ثورة المدينة متى حصلت؟ بعد ثورة كربلاء سنة. ثم هكذا توالت الثورات، الثورات على الأمويين وحتى على العباسيين، وحتى إلى يومنا هذا ارتدادات الاجتماعية للثورة الحسينية بركات إلى يومنا هذا. نحن الآن هذا عصر المقاومة، 40 سنة الآن من تأسيس دولة المقاومة ومحور المقاومة. هذا من أين؟ كل ما عندنا من محرم وصفر، كما يقول الإمام الخميني واضح رضوان الله عليه. نعم، هلا حاول البعض يحرف عاشوراء يعملنا إياه تطبير وتطيير ويضحك على عقول الشباب، وحتى هذا المشروع سمعت شيخ بدأ يفشل أيضا، بدأ يفشل ويدوي. ضربنا لهم مشروعهم، هذا المشروع ضربنا لهم مشروعهم بعد ولن ينجح. حاول البريطانيين أيضا يحرفون كربلاء، أنه هذه كربلاء فقط، هذه يعني مجال يعني هذه فقط لطم وضرب وكذا وإلى آخره وإطعام. لا طبعا هي كذلك، وهي دمعة وعاطفة وإطعام، ولكن حاولوا حصرها في، ولكن أيضا هناك من العلماء الواعون حاولوا فصل العاطفة عن الفكر سمحت شيخ، وهنا خطأ كبير أيضا طبعاً. وحاولوا فصل الثقافة الحسينية عن الـ عن الـ عن الـ عن الاجتماع عن المجتمع. تبكي ابكي قد ما تريد، ولكن بالمجتمع بتكون يزيد ما في مشكلة، تظلم، تظلم زوجتك، تظلم أهلك، تظلم الشعب، ما في مشكلة. هذا هذه اللي أنا سميتها صوفنة، صوفنة ال على كل حال تقصنت وصوفنت على كل حال. ممكن نتكلم بالمستقبل عن 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 هذه القضية. فإذا الإمام الحسين عندما أدلج المجتمع أو عمل هذه الحركة الإيديولوجية، هذا معناته هذا هو الذي كان له تأثير اجتماعي كبير جدا. وعندما نحن نقرأ التاريخ بعد ثورة كربلاء سنستطيع أن نفسر لماذا فلان قام على العباسيين وفلان قام على الأمويين وفلان كذا. هؤلاء الدافع عندهم كان دافع حسيني. الآن نحن في عصرننا أسس لهم الحسين، يعني هم اعتبروا الحسين هو البوصلة، فلذلك طبعا قاموا. يعني كان لابد من تأسيس ثورة تكون ملهمة للثورات. الآن نحن من الذي استطاع أن يحقق نصر على الصهاينة؟ ما لم يستطع أحد، لا من العرب أن يحققوا. ثقافة الحسينية، حزب الله لبنان. من استطاع أيضا أن يطرد الأمريكان الذين رجعوا مرة أخرى من العراق؟ الذي طرد الأمريكان هم الحسينيون، فصائل المقاومة في العراق، القاعدة، وهؤلاء جماعة الزهول كانوا عم بيقتلوا بالناس فقط. من استطاع الآن أن يهزم الأداة التكفيرية الخطيرة التي استعملها اللي أسستها كلينتون، داعش يعني داعش والتكفيريون؟ من الذي استطاع؟ الحشد الشعبي. يعني هذه الثقافة الحسينية هي التي الآن تمثل ذروة المقاومة في لذلك المنطقة. كان المشروع ولا زال ضرب المرجعية وضرب الشعائر الحسينية وضرب طبعاً القضية الحسينية، ضرب الشعائر الحسينية طبعا طبعا، وضرب الأمل، هذه الثقافة المهدوية. وأنا سأتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله أنا في المستقبل في شهر شعبان إن شاء الله إذا بقينا من الأحياء إن شاء الله. فإذا هذه فلسفة. هلأ لماذا الإمام الرضا مثلا ما عمل ثورة؟ الثورة لاحظوا، الثورة فيها إسقاط حكم وتأسيس حكم. الإمام الرضا كان بإمكانه يسقط الحكم العباسي، بس هل كان بإمكان الإمام الرضا أن يؤسس المجتمع المحمدي؟ أنا أقول لكم لا. لماذا؟ لأن المجتمع المحمدي ليس هو مجرد أن تسقط حكم، مثل ما الآن حصل في ما يسمى بثورة الربيع العربي، سقط حكم. طيب الآن مثلا حركة النهضة في تونس أسقطت حكم مثلا. طيب جاءوا ناس غير خلينا نعبر يعني ما عندهم عدالة باسم الآن باسم النهضة، ارتكبوا الآن انحرافات، ارتكبوا فساد. فالإمام ما يستطيع لوحده أو مع مجموعة قليلة يؤسس حكم. يمكن يسقط حكم. تأسيس الحكم كما ذكرت القرآن الكريم عنده سنن اجتماعية، ليقوم الناس بالقسط. ناس يعني بده يكون عندك كادر مؤمن مخلص قوي أمين عادل، هذا الذي يؤسس لك حكم.
لهذا السبب الإمام رضا ما كان يجد أنه مصلحة بأن يسقط الحكم العباسيين، خصوصا عندما في خطر، في خطر من الخارج يهددهم من أجل، في كذلك عهد الإمام زين العابدين نفس الأمر. وفي نفس الوقت أيضا ما عندنا نحن بديل، البديل من هو؟ الشعب. بدي أسس شعب، لهالسبب الإمام الخميني لو ما كان عنده شعب ما أسس دولة إسلامية، جمهورية إسلامية. الإمام علي عليه الصلاة والسلام ما لم يتصدى للحكم إلا من بعد أن بايعه الناس. طبعا فتأسيس الحكم له ظروف، له شروط موضوعية. لهذا السبب أئمتنا لم يسقطوا حكام الظلمة أمويين وعباسيين، لأنه لو كان بإمكانهم إسقاطهم، ولكن البديل لم يكن متوفرا، ما كان في عندهم خواص وعندهم كوادر كما يعبر، كوادر قادرة أن تؤسس لحكم إسلامي وأن تكون هي البديل الصحيح. وليعلم الجميع يعني نحن الآن عندنا وسائل التواصل أن الحرب على الأئمة وحصار الأئمة كان على أشده، يعني أكثر من غوانتنامو وغيره كان هناك دائما طبعا حصارات وإرهاب لأتباعهم، لأنهم كانوا يعلمون لو كان هناك أتباع لنهض كل إمام وقام بدور إسقاط لحكم وإقامة وتشييد حكم إسلامي. شوف قضية الحصار الآن بإيران، لولا ما في شعب مؤمن صابر مقاوم على كما يعبر فيه صبر وبصيرة، ما استطاعت الجمهورية أن تصمد، لكانت ذهبت يعني ذهبت دماء الشهداء كانت راحت كانت انتهت. الآن مثلا الآن نحن الآن في العراق مثلاً، في دقيقة لو سمحت، بالعراق لو كان سمحت السيد السيستاني عنده هذا ذاك الكادر، قيادات مؤمنة مؤمنة لا تحب الدنيا كما للأسف أغلبهم، وعندهم وعي وبصيرة، يمكن كان سماحة السيد السيستاني الآن أسس دولة على نمط الجمهورية الإسلامية. الإمام الخميني لم يؤسس دولة بعد أن رب كادر طوال 30 سنة، رب آلاف الكوادر التي منهم وأهمهم سماحة الإمام الخامنئي. بعد ذلك انتفض على الشاه وأسس هي قضية الكوادر وقضية هذه مهمة، وعي الشعب، يكون الشعب واعي أيضا، هذه مهمة، شعب متدين، هذه هي شرط من أجل أن تسقط حاكم ظالم وتأتي بالبديل. شكرا ولا لكم. مجرد إسقاط حكم ظالم هذا ليس هو الهدف الأساسي والنهائي. أنا أشكركم كثيرا سماحة الشيخ، وغدا أيضا حلقة جديدة من برنامج فقه عاشوراء، قراءة في الثورة الحسينية والنهضة الحسينية. كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله غدا في حلقة مقبلة. إلى ذلك الحين هذا جمال بري يودعكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.